نحتضن مرحبا مركز الكاتبين للسينما في دورته 68 المهداة لروح الأب يوسف مظلوم المدير السابق لمركز الكاتبين. إخواتي وأخواتي، اسمحوا لي بداية من أجل روح الأب يوسف مظلوم من أجل مصر وتحيات شهدائنا من الشرطة والقوات المسلحة وإخواتنا من المصريين، أن نقف ونرفع قلوبنا بالصلاة لله العلي كل بطريقته، المسلمين يقروا فاتحة بصوت عالي والمسيحيين أبانا الذي مع بعض في نفس الوقت. لا يا أفلام الشبابية ما بيمشيش ورا الطبع دي، ما بيمشيش ورا الأفلام اللي إحنا بنشوفها والناس صعب عليها نتحكم فيها ونكسبها ونسوي وراها بأسلوب. نيجي نشاهد الحاجات من الشوية دي مكونات زي ما مصرنا حاولنا عليها في الماضي. إنها جائزة المركز الكاثوليكي المصري للسينما، جوائز الرياضة السينمائية، المشوار الفني المتميز وتمنعها في ادوارها ذات القيمه الانسانيه في السينما والمسرح والمسرح. ومكانتها الكبيره في وجدان كل المشاهدين ودورها الملموس والفعال في خدمه المجتمع المصري. الفنان القدير العظيمه سميحة علي. من جيل رواد السينما المصرية والمشوارها الفني المتميز وأعمالها التي تركت بصمات واضحة في تاريخ السينما المصرية، فهي الفنانة القديرة والأستاذة أمال فريد. وتتكلم الجائزة الفنانة العظيمة القريبة لقلب كل الناس، فنانة الوطن العربي كله، الفنانة العظيمة إلهام شاهين. التي تركت بصمات واضحة في تاريخها وتميز في جميع أعمال التي يؤديها بحرفية شديدة وتفانيه في هذا المجال بإجابة تامة ومشواره الفني العظيم.
الفنان القدير عبد الرحمن ابو زعفر. Thank you.